يحتاج لهدف وكره حلوه لنبيل. يلا نبيل وجول جول جول جول. كذلك خطيرة عرضية ومحاولة جول 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 جول. هذا هو حسين الجوال وكرة ملعوبة أمجد أمجد جول 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 جول. عباس هنا تمهيدا من محمد جبار لمنطقة الفرنسية جول. صباح الجميل هزمة خطرة جول جول جول. نقول انها سيئة من جانب المنتخب الامارات. الكرة تتحول الى في الجهة اليمنى من ملعب المباراة باتجاه امجد راضي يلعبها عرضية خطيرة جول جول. حسن حارس المرمى هنا محاولة هذه خطيرة وحارس المرمى يخلص المرمى فاضي المرمى فاضي يا كابتن العبها جول جول. عراقي خطأ ما بين الدفاعات وبالمرمى جول.